جنابي، عايز ابلغ رجلي طلع ماجي تاني. اسمه سانتينو ما بير. امي اسمها لقيت سانتينو ما لقيته والله، ما شيت مستشفى ما شيت سجن. يلا يا داني يا را. انت اسمك منو؟ انا جوليا. وده ولدك؟ هاي ده دانيال ولدي. جوليا بتعرفي ليك واحدة بتشتغل يومية؟ بجيب لك لمبة، خش ننظف الأوضة دي وبعده فيها. طيب رأيك شو ندخل المدرسة الخاصة الفترة بالشارع دي عشان يمشي ويجي براو؟ ليه ما تمشي معه وانت زايد تكمل تعليمك؟ امتحني شهادة وخش الجامعة. ما تقلقي، مصاريفه كلها علي. تقدر انت مزود العيار حبتين كم مع الولد ولا امي؟ مصاحبي لك واحده من جاراتك دي، تقدر تطلع وتدخل معاه صاحب الخادم دي. ليش هسه البلد تمشي لقدام؟ كيف والناس هسه تفكر زي كده؟ طوالي بفكر، ولو عايش ليه ما بيسال مننا؟ والله للاسف ما عندنا المعلومات عنه. خالتي منى لقيت مطراوين جاركم تالي. شوفي ماما دقيقه برجع لك. انت ليه بتختاري تكذبي دائما يا ماما بدل ما تقولي الحقيقه؟ ما دائما الناس بتحب تسمع الحقيقه.